الدكتور سام بارنيا وهو احد المتخصصين بابحاث ما بعد الموت. لقد اظهرت دراسه كنديه اجريت عام 2017 نشرت في مجله كنديان جورنال اوف نورولوجيكال ساينس ان دماغ الانسان يمكن ان يستمر بالعمل عشر دقائق اضافيه بعد وفاه الجسد، بعدما كان الاعتقاد يقول بتوقف الاعضاء كامله بعد مفارقه الحياه ورصد مجموعه من الاطباء الكنديين نوعا من الموجات في ادمغه اشخاص فارقوا الحياه وتوقفت قلوبهم عنه الخفقان رصدوا هذه الموجات التي تستمر لدقائق بعد الموت وفي عام 2008 قبل عشر سنوات من الآن أعلن جراح الأعصاب الشهير إبن ألكسندر أنه عاش عمره وهو يستبعد احتمال وجود حياة بعد الموت وينكر أي حياة بعد الموت لكنه عندما عاش تجربة حقيقية وهي تجربة قريبة من الموت أغمي عليه لأيام ثم عاد للحياه، الف كتابا، اسم هذا الكتاب دليل على وجود الجنه، اكد فيه وجود حياه بعد الموت. الدراسه الجديده ايها الاحبه قامت بها جامعه ستوني بروك للطب، وهذه الجامعه في نيويورك، والدراسه كما قلنا نشرت في نوفمبر 2018، حيث حاول الاطباء من خلالها اكتشاف ما يحصل للانسان بعد الموت من خلال تصوير الموجات الدماغيه التي تنطلق من دماغه بعد الموت. طبعا هذه الدراسه نشرها موقع لايف ساينس وتقول بان وعي الانسان يستمر لفتره طويله من الوقت بعد موته. وقالت الدراسه المخيفه حقيقه ان الشخص عندما يموت فانه يدرك لحظه موته وما بعدها لان دماغه يستمر في العمل مما يمكنه من ادراك ما يدور حوله واوضحت الدراسه ان وعي الانسان يستمر بعد توقف القلب تماما وان الدماغ يبقى في حاله عمل ويستطيع الانسان ان يسمع من حوله ولكنه يصبح حبيسا داخل جسده لا يستطيع ان يعبر او لا يستطيع ان يكون له اي رد فعل على الرغم من ان دماغه يعمل والقلب متوقف وهو ميت عمليا وهناك كثير من الناس الذين يعني مروا بتجربه الاقتراب من الموت كانوا على وعي كامل بما يحصل من حولهم والدكتور سام بارنيا المشرف على هذه الدراسه يؤكد ان الكثير ممن يموتون يبقون في حاله حياه بعد الموت ربما لساعات طويله ويقول ان اشخاصا نجوا من السكتات القلبيه تمكنوا لاحقا من توصيف ما حدث معهم بعد توقف قلبهم بشكل كامل عن العمل، واضاف ان هؤلاء يتحدثون عن مشاهده الاطباء والممرضين وهم يعملون ويصفون وعيهم التام لكل المحادثات ورؤيتهم للاشياء من حولهم التي قد تكون غير مالوفه من قبل، ويشرح الدكتور بارنيا هذا الأمر بقوله في اللحظة التي يتوقف فيها القلب عن النبض عمليا فإن الدماغ يبقى يعمل للحظات أو لساعات وهذا ما يؤكده بحث جديد من جامعه ميشيغان تؤكد ان الانسان قبيل الموت بلحظات يرى اشياء مجهوله وعندما قاموا بدراسه معمقه لهذا الموضوع وجدوا ان الدماغ يصدر اشارات من منطقه هي المنطقه البصريه في الدماغ كدليل على انها تعمل سبحان الله يعني تسعى الدراسه التي قام بها الدكتور بارنيا الى معرفه ما يجري داخل الدماغ بعد ان يتوقف قلب الشخص عن العمل و يؤكد هذا الدكتور أن الإنسان يبقى يستمع إلى من حوله ويقول بالحرف الواحد ما يثير الفزع في هذه الدراسة أن الأشخاص الذين يفارقون الحياة يمكن أن يسمعوا الأطباء وهم يعلنون نبأ وفاتهم يعني الشيء غريب بالفعل أن هذه الدراسة تصدر من أناس اصلا غير مسلمين انهم يعترفوا بوجود حياه بعد الموت ويعترفوا بان المخ البشري يستمر في العمل بعد الموت وهو ما يعني انك ستعلم بموتك يعني وانت تموت. شيء غريب سبحان الله كل الابحاث السابقه التي طالما قال الملحدون ان الانسان بمجرد ان مات انتهى كل شيء وتحول الى تراب لا. الاجهزه تقيس الوعي في الدماغ تقيس الموجات الكهرطيسية التي يطلقها الدماغ يقول إن الميت يسمع بعد الموت أنا أريد فقط أن أتساءل الآن أيها الأحبة هل يمكن لإنسان يعيش في القرن السابع الميلادي قبل أربعة عشر قرنا أن يعلم هذه المعلومة حتى المشركين كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما لم لمبعوثون خلقا جديدا كانوا ينكرون أن الميت يسمع هذه الثقافة كانت موجودة وموجودة الى عهد قريب، انا لدي حديث معروف في معركة بدر عندما قتل صناديد قريش ووقف النبي وخاطبهم وهم موتى، فجعل عليه الصلاة والسلام الحديث يعني في الصحيح يناديهم بأسمائهم وأسماء ابائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان ايسركم أيوه انكم اطعتم الله ورسوله فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من اجساد لا ارواح لها يعني انت يا رسول الله تكلم اناس ميتين انظر اخي الحبيب انظر ايها الملحد يا من تنكر هذا القران وتنكر نبوه هذا النبي ماذا قال له؟ قال عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده، يقسم الامر عظيم الذي سيقوله الان. والذي نفس محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم. طيب نبي كريم في القرن السابع الميلادي يقول ان هؤلاء الموتى يسمعون ما انتم باسمع. لما أقول منهم والعلم الحديث عام 2018 يقول إن الميت يسمع ويبقى هذا لساعات وربما لأيام يعني الدراسة حديثة جدا، طيب بالله عليكم هل هذا النبي يصح أن نقول بحقه إنه نبي كاذب أو يفتري على الله؟ أو كان يأتي بالأساطير النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث موجود في الصحيح أيضا إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم يعني سيدنا عمر بن الخطاب لماذا استغرب لأن الثقافة السائدة في ذلك العصر أن الميت لا يسمع فأكد لهم أن هذا الميت يسمع وأنتم لستم بأسمع منهم لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم والعلم الحديث يثبت ان الموتى يسمعون بعد موت طيب انا اريد ان اتساءل الا الا يعتبر هذا او هذه الحقيقه الطبيه باتا على انه رسول الله وانه كما قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم